السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمان عبد اللطيف، مدرس بطب اسكندرية. الكورس ده هو أول واحد في الخمس كورسات بتوع نيوفيايتس، واسمه كورس الكلينيكال دايجنوستس. ما زلنا في الموضوع الضخم اللي اسمه توكسوبلازموزس، وهناخد النهاردة ثلاث نقط مهمين في الكلينيكال دايجنوستس بتاع البوست نيتالي اكوايرد توكسوبلازموزس. هفكركم بس ان التارجت اودينس بتاع الكورس كله اليوفيايتس ميد ايزي كله هو النواب الصغنطتين، يعني بالتقريب اول 6 شهور نيابة. عشان الكلام بتاعنا في الكورس ده تحديدا is quite basic yet fundamental. اول نقطة هناخدها النهاردة هي vitreous infiltration. عاوزك تعرف عن الفيتريس انفلتريشن في حالات البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزس اربع نقط محددة. واحد، it may be dense، يعني ممكن يبقى الفيتريس سيلولر انفلتريشن شديد جدا في حالات البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزس، وعشان كده هي تعد من مشاهير اليوفيايتس انتيتيز اللي ما نقدرش نغفل اسمها لما نسألك ايه هي اسباب اليوفيايتس اللي بتعمل دنس فيتريس انفلتريشن. واحيانا يكون الفيتريس انفلتريشن في البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزس عنيف كفاية انه ما يخليناش نشوف حدود الكوريو ريتينال ليجن كويس. اقول تاني، ما يخليناش نشوف حدود الليجن كويس. الليجن بتاع التوكسوبلازما اللي هو ريتينو كوريدايتس اللي خدناه في المحاضرة اللي فاتت. الموقف ده ان الفيتريس انفلتريشن is dense enough to impair accurate determination of the borders of the retinochoroidal lesion اسمه head light in the fog appearance. وخلي بالك ان المصطلح ده head light in the fog appearance ناس كتير بتستخدمه في التوكسوبلازما، لكن ما أظنش عارفين المقصود منه بالظبط. فافهموا مني، لما تكون في شبورة جامدة اللي سايق بيشوف نور فانوس العربية اللي جاية في وشه كبقعة ضوء في نص الشبورة في نص الضباب، لكن مش محدد الحدود بتاعة الفانوس نفسه، فبيقول ان ده غالبا فانوس عربية مستخبي بالضباب. في التوكسوبلازموزس لما يكون الفيتريس انفلتريشن دنس، اللي بيفحص الفندس بيشوف مساحة او حتة لونها ابيض فاصفر، لكنه مش محدد الحدود بتاعتها كويس، فبيقول ان ده غالبا الليجن بتاع التوكسوبلازموزس مستخبي بالفيتريس انفلتريشن. من هنا جت التسمية او التشبيه بالهيد لايت ان ذا فوج. نيجي بقى لليه التوكسوبلازموزس من ضمن اسباب الدنس فيتريس انفلتريشن. خلي بالك احنا عندنا عشرات من اسباب اليوفيايتس تتميز بانها ما بتعملش فيتريس انفلتريشن اصلا، او بتعمله خفيف. ليه التوكسوبلازموزس من عمالقة الدنس فيتريس انفلتريشن؟ لاسباب كتير، هقول منها اتنين سهلين هنا. واحد، انها بتعمل نك كروتايزينج ريتينايتس، والنكروزس هي آلية موت الخلايا
اللي بتقوم الاميون سيستم وتخليه يعمل انفلاميشن، زي ما شرحنا في اول محاضرة في الكورس ده اللي اسمها Retinal Vasculitis and Necrotizing Retinitis. السبب الثاني ان النكروزس اللي بتعمله التوكسوبلازموزس بيبتدي في السوبرفيشال ريتينا، يعني جنب الفيتريس. تاني حاجة عاوزة أسلمها لك في إيدك عن الفيتريس انفلتريشن في حالات التوكسوبلازموزس، إنه كاركتريستيكلي بيبقى فيه بيجمنت كتير جداً وأحياناً نقط دم. يعني لما تلاقي الفيتريس انفلتريشن خليط من انفلاماتوري سيلز وبيجمنت، ويا سلام لو في نقط بلاد، افتكر ست الكل التوكسوبلازموزس. وخلي بالك ان انا قلت بيجمنت مش بيجمنت سيلز، حط المعلومة دي على جنب كده عشان ده موضوع هناخده لوحده ان شاء الله. تالت حاجة عاوزك تعرفها عن الفيتريس انفلتريشن في البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزس، ان الفيتريس اوباسيتيز هنا may persist for years after complete resolution of the retinochoroidal inflammation. طب التطبيق الكلينيكال لده ايه؟ انك ما تخليش الاند بوينت في العلاج هي اختفاء الفيتريس اوباسيتيز من عين العيان، لان كده ممكن ياخد علاج زياده بتاع 38 سنه كده ولا حاجه عبما الاوباسيتيز دي تمشي. النقطه الرابعه المهمه جدا في البيزك ليفل اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاكتيف فيتريس انفيلتريشن في postnatally acquired toxoplasmosis if severe necessitates specific therapy. وبقصد بالعلاج هنا علاج toxoplasmosis، وبالتالي لازم اعرف اساسا ان دي حالة toxoplasmosis. يعني لو انا لسه في حقبة الايديوباثيك وعصر الايديوباثيك ومقتنع ان اليوفيتيس ايديوباثيك ومدتش الspecific treatment of toxoplasmosis، لو vitreous infiltration active and severe وقعد فترة هيحصل vitreous contraction, posterior vitreous detachment and even retinal detachment، وشفناها بعنينا بدل المرة 10. يبقى كام نقطة عايزك تعرفهم في الفيتريس انفلتريشن في البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزس؟ أربعة، عد معايا: it may be dense، 2 it may contain pigment مش pigment cells and hemorrhage، 3 الاوباسيتيز في الفيتريس ممكن تكمل سنين طويلة بعد الهيلينج، 4 لو الفيتريس انفلتريشن اكتف وسيفير ما ينفعش يبقى برولونجد لانه هيخلع الريتينا من مكانها في التوكسوبلازما بالذات الموضوع ده. ملاحظ حاجة؟ احنا قلنا في النقطتين الاخيرة انك ما تسيبش severe active vitreous infiltration في حالة postnatally acquired toxoplasmosis مدة طويلة بدون ما ياخد علاج توكسو، لان ممكن يفصل الشبكية. ومع ذلك قلنا ان vitreous opacities في حالات postnatally acquired toxo تحديدا ممكن تقعد سنين بعد الشفاء الإكلينيكي، وبالتالي ما ينفعش ناخدها كأند بوينت للعلاج.
يبقى أهم نقطة دلوقتي هي إيه؟ أميز إزاي بين الـ active vitreous infiltration والـ vitreous opacities في حالات الـ postnatally acquired toxoplasmosis. ودي أنا عاملة لكم مفاجأة بمعنى كلمة مفاجأة في محاضرة قريبة إن شاء الله، هوصل لكم الفرق بينهم as never before. تاني نقطة هناخدها النهاردة هي مكتوبة تلاتة لأن المحاضرة اللي فاتت أخدنا الريتينوكورينايتس. تاني نقطة هناخدها النهاردة هي الريتينال فاسكولار انفولفمنت. الريتينال فيسلز بيحصل فيها ايه في البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموسس. هنقسمها مجموعتين كبار، اول مجموعة اسمها vascular involvement in the vicinity of the active lesion. يعني ايه vicinity؟ يعني جوار. يعني ايه؟ يعني الفيسلز اللي حوالين retinochoroidal lesions. يعني ايه؟ يعني الفيسلز اللي حوالين او جنب الحتة اللي حصل لها necrotizing retinitis. بيحصل ايه في الفيسلز دول؟ ودي انتوا بقيتوا شطار فيها احسن مني وهتجاوبوها حتى لو انا ما كنتش كاتباها على سلايد. بيحصل combined branch artery vein occlusion زي ما أخدنا في محاضرة retinal vasculitis والnecrotizing retinitis. فاكرين الصورة دي ولا لا؟ لما قلنا ان لما تلاقي حتة بيضة كده ده coagulative necrosis، الartery اتقفل، ولما تلاقي الأدجز بتاعتها ill-defined يعني edematous معناها الفين مقفول. وشرحنا ازاي التوكسوبلازموزيس هي الحالة المثالية للصورة دي. وتاني مجموعة اسمها vascular involvement in the distant retina. يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل للretinal vessels بعيد عن retinochoroidal lesion او منطقة النكروزس او الانفلاميشن او call it what you call it. الفاسكيلايتس هنا ما بنشوفهاش combined وما بنشوفهاش occlusive. يبقى الفرق ما بين المجموعة دي والمجموعة الأولانية إن الفاسكولار involvement of the in the vicinity of the active lesion بيبقى combined artery vein occlusion، لكن الفاسكولار involvement in the distant retina عادة بيبقى يا venous يا arterial لكن مش combined، كمان مش occlusive. هو ما بيعملش necrotizing retinitis، هو بعيد عشان كده مش محتاج يبقى occlusive. هو ببساطة inflammation في the wall of the vessels بعيد عن الحتة اللي حصل فيها retinal necrosis، وبيبقى الباثوفيسيولوجي بتاعه reactive مش inoculative. يعني الأورجانيزم ما دخلش جوه الفيسل وول وعمل inflammation، لكن ده reaction ضد الأورجانيزم أو response من الإميون سيستم. اللي بيحصل إن antigen antibody complexes بيحصل لها deposition في الفيسل وول، فبتبقى inflamed وشيست لكن ما بيحصلش occlusion. لما الارتريس بيحصل لها نون اوكلوسيف فاسكيلايتس ده في البوست نيتلي اكواير توكسوبلازموزيس، الساين دي اسمها كيريلس ارتيريالايتس.
تالت نقطة هشرحها النهاردة هي الـ anterior uveitis في الـ postnatally acquired toxoplasmosis. اتفقنا في محاضرة الجلوكوما في الكورس ده إن التوكسوبلازموزيس من أهم أسباب الـ anterior uveitis ومن أهم أسباب الـ secondary جلوكوما في مصر، لكنها under diagnosed لعدة أسباب، من ضمنها اعتقاد بعضنا إن التوكسوبلازموزيس سبب من أسباب الـ posterior uveitis فقط، وده غير صحيح. والعيان في حالات التوكسوبلازموزيس induced جلوكوما عادة ما بيعمل 5-6 عمليات جلوكوما، والضغط بيفضل يعلى بعد كل سيرجري، والأوبتيك نيرف بيتاكل تماما، كل ده بسبب انه ما اخدش شريط برشام للتوكسوبلازموزيس. ولا يخلو اسبوع في العيادة الا لما بيجيلي حالة او اتنين نفس السيناريو اللي بحكيهولك ده، لا كلمة زادت ولا كلمة نقصت. وبمجرد انه ياخد علاج توكسوبلازموزيس تلاقي الضغط اللي كان 50 و60 بعد كذا عملية على القطارات نزل 12 و13، وشلنا علاج الضغط. بس انا هنا هركز على الانتيريور يوفيتس في البوست نيتالي اكواير توكسوبلازموزيس من منظور تاني غير بتاع محاضرة الجلوكوما اللي استفدنا في الشرح فيها. استلم مني النقط اللي جاية دي وعد معايا. 1- anterior uveitis in postnatally acquired toxoplasmosis can be either granulomatous or non-granulomatous. الكلام ده خطير جدا، اخطر مما تتصور، مش بس لان بعضنا لما بتجيله حالة anterior uveitis بيحس ان دي حالة سهلة او ما فيهاش علم كتير أو إيديوباثيك ودي كارثة لوحدها أو محتاجة قطرات فقط، وما بيفكرش إنها ممكن تكون توكسوبلازموزيس، وبالتالي بيكتفي بقطرات ستيرويدز وسايكلوبلاجيك ويسيب البروتوزوان الخبيث بتاع التوكسوبلازموزيس يفضل ياكل في عين العيان ويسلبها صحتها. لا، ده كمان حقيقة إن الأنتيريور يوفيتس في postnatally acquired toxoplasmosis إنها تبقى either granulomatous أو non-granulomatous بيصطدم بمفهوم آخر للأسف راسخ في أذهان بعضنا، إننا لما بنشوف granulomatous anterior uveitis بندور على TB والساركويدوزيس. احنا اتفقنا ان انا بكلم، بلاش اقول تلامذتي، خليني اقول اخواتي الصغيرين نواب، وان مفيش حد اكبر من كده في الكورس او سمعنا، فهنتكلم بعفوية شديدة بهزار شوية، بس عايزة أوصل لك البيت فول القاتلة اللي ممكن تقع فيها، واللي في رأيي في سنين طويلة شقيت فيها في تخصص اليوفيتس ما شفت لهاش كبير. نبتدي. مين فيكم أول مرة يسمع إن التوكسوبلازموزيس is a common cause of granulomatous anterior uveitis in Egypt? Raise your hand nice and high and say I. هشرح لكم المشكلة الضخمة، بس الكلام ده سر بيننا وبين بعض.
في الباثولوجي الجرانيلوماتس ديزيز هو الديزيز اللي بيعمل جرانيلوما، وفي الباثولوجي الجرانيلوما is a specific term. يعني ايه specific؟ يعني الحاجة اللي هقولك عليها دي هي بس الجرانيلوما مش أي حاجة تانية. شكل من أشكال الكرونيك انفلاميشن بتترتب فيه السيلز من أنواع معينة ترتيب معين، ماكروفيجز وليمفوسايتس وإبيثيليويد سيلز وجاينت سيلز، تترتب ترتيب معين. إذا لقيت الليجن ده اسمه جرانيلوما، والديزيز اللي يعمل الليجن ده اسمه جرانيلوماتس ديزيز. والجرانيلوماتس ديزيز في الباثولوجي يعني اللي بتعمل جرانيلوما قائمة طويلة جدا، من أمثلتها تي بي، الليبروسي، الساركويد، كرونز ديزيز، فاجنرز جرانيلوماتوزيس. وديزيز مشهور قوي وبيعمل عندنا اوكولار مانيفستيشنز كتير هناخده ان شاء الله في الادفانسد كورس، اسمه تشورغ ستراوس. الكلام اللي فات بتاع الباثولوجي العلمي، يعني في الريل لايف unfortunately احنا بنتعامل بعضنا يعني مع الجرانيلوما كمورفولوجي مش كباثولوجي، وبالتالي اصبحت نون سبيسيفيك تيرم بنطلقه لما بنشوف ماس جوه العين. واكبر دليل على كده البارازيتيك انتيريور يوفيتيس اللي كتير خالص يكتبها في الريفيرال نوت او حتى في الشيت انها جرانيلوماتس انتيريور يوفيتيس. اتوصفت جرانيلوما مورفولوجيكلي لان في ماس، في الكلكوعه، في لفه ساندويتشات كده في الانتيريور تشامبر مش المفروض تبقى هنا، فبنسميها جرانيلوما كمورفولوجيك ديسكريبشن. لكن لا خدنا حته ولا شفنا specific arrangement of cells في الليجن اللي متسمي في كتب الباثولوجي جرانيولوما. وفي الريل لايف احنا بنوصف او بنقول كلمة جرانيولوماتس يوفيتيس لما بنلاقي اليوفيتيس فيها iris nodules ومطن فات كيبيز. من فضلك اعرف ان الجرانيولوماتس يوفيتيس بوصفنا الاكلينيكي او المعتمد على المورفولوجي او الساينز اللي بنشوفها، مش شرط الجرانيولوماتس يوفيتيس تكون سببها جرانيولوماتس ديزيز. والمعلومة دي كي. يعني ايه كي؟ يعني مفتاح من مفاتيح فهم وممارسة التعامل مع عيانين اليوفيتيس في مصر، انك تفهم ان كلمة جرانيولوماتس يوفيتيس اللي بنقولها مش شرط خالص يبقى سببها جرانيولوماتس ديزيز. وحديلك أشهر أربعة non granulomatous diseases بيعملوا granulomatous uveitis unfortunately اللي بيشوفها بيدور على التي بي والساركويد، وكأن دول بس هما granulomatous diseases في الدنيا، وكأن granulomatous uveitis لازم يعملها granulomatous disease. عد معايا: توكسوبلازموزس، A common cause of granulomatous uveitis رغم انها مش granulomatous disease. هكذا المالتيبل سكليروسس، الهربس سيمبلكس والهربس زوستر.
وفكر بس كده، اسرح بخيالك شوف كام patient عندهم توكسو او ام اس او فايرال يوفيتس. دورنا على تي بي وساركويد ما لقناهمش فسمينا الحالة ايديوباثيك. فكر بس العواقب اللي ممكن تكون حصلت لهم. Please keep these key concepts before you طول الوقت. اتنين، if anterior uveitis in postnatally acquired toxoplasmosis is granulomatous, the iris nodules can be of either type, CUP or بوساكا. شوف اللي افترى، يعني التوكسوبلازموزس مش بس تعمل نوديول كده وخلاص، لا ده ممكن تعملها تيبيكال لبتاعت التي بي او تيبيكال لبتاعت الساركويد. تلاتة، والحتة دي مميزة جدا 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 لحد اخر عمري، في حالات التوكسوبلازموزس a unique feature of anterior uveitis انها تقدر تعمل corneal epithelial edema حتى والinteraocular pressure normal. يعني الكونسبت ان الhigh interocular pressure هو اللي بيعمل corneal epithelial edema كونسبت كويس خالص. التوكسوبلازموزس uniquely بتشز عن القاعدة دي وتقدر تعمل بولس كيراتوباثي أو extensive corneal epithelial edema حتى والبريشر نورمال. والسبب إن التوكسوبلازما جوندياي بتعمل endothelial dysfunction, corneal endothelial dysfunction، فما بيقدرش الاندوثيليوم يحافظ على dehydrated state of the cornea. فاكرين ليه ولا نسيته؟ عشان هي هولو باثوجين. رابعا، اخر حاجة هقولها النهاردة، the intense anterior uveitis في postnatally acquired toxoplasmosis can cause extensive posterior synecdoche, pupillary seclusion, iris bombé, intractable secondary glaucoma. جلوكوما مش علاجها القطرات ولا العمليات. العيان بيعمل 3 و4 ترابز او جلوكوما سيرجريز والضغط بيعلى تاني لحد ما بيحصل total optic nerve atrophy. علاج الحالات دول هو تشخيص ان الحالة توكسوبلازموزس وقتل الميكروب، ان انا موت التوكسوبلازما بالعلاج فمش هيعلى الضغط، مش اي وسيلة تانية هتقدر تحافظ على الاوبتيك نيرف. خدوا بالكم اللي قلناه، اتمنى يفيدكم. نتقابل ان شاء الله في المحاضرة الجاية. ايمان عبد اللطيف and uveitis made easy.